معقولة هذا اللي صار أخ علي؟ يعني أخوك يعني إرهابي هسه لو داعم سجن يعني السياج مال مركز؟ يعني هسه احنا انا هسه لحد الان ما مستوعب الفكره. اسولف يا اللي يجي اسولف لاخوي دعم حايط مال الحكومه وقابل لكل شيء ومات بالسجن، يقول لي شنو هاي؟ يعني انا ارد افهمه هسه انا مصدقه ما مصدقه، ميت ما ميت هو بعده، يعني هسه اتخبل انا دايخ بهاي السالفه. حكومتي ايش؟ حكومه اهل المجرمين يطلعونهم، القاتل يطلعونه، ابو المخدرات يطلعونه، الفقير يظل يموت، وشنو دعوته شو اسمها؟ انت هسه ست فهميني، يمكن انت ما عندك معلومات مال قضاء مال غير، اريد اعرف شو اسمها دعوته؟ ولد موظف بالدوله عندكم، زلمه كبير لا هو طايش، بيه سكر، اذا على السكر وكل من ما حد يصعد سياره، ثلاث ارباع العراق بيه سكر. صحيح ولا لا؟ ثلاث ارباع العراق بيه ضغط وسكر. يعني العالم كله سكر ما يسوق سياره، اللي عنده ضغط ما يسوق سياره، هاي بيها قانون عمي. والله العظيم والله هاي العريضه موجوده نصا، يقول للميت الله يرحمه وقال لاخوي ثاني يوم كبير، يقول له بدي اخلص العالم من عده. شنو قصده؟ هل هو انت خلصت مثلا شو يعني هاي اللي عنده سكر يدي يخلص يعني العالم من عنده؟ رحمه ماكو، اريد افتهم رحمه ماكو. انا مرات والله العظيم ست مرات استصدفني بزونه، تكرمين بزونه بالشارع، اطخها اطبق السياره وانزل اظل اصفن عليها واخرها على صف حس عليها وهي بزونه ما متقصتها. انت مرحمه ماكو؟ هسه انا ما ادري شو اقول، المن اناشد؟ اناشد المن؟ يعني لا اجانا واحد ممثل من المحافظه شاف هذا الفيديو وقال البقيه بحياتكم، لا من قائد الشرطه، لا من المحكمه، لا من المركز، لا من واحد سال ودق الباب. يعني هذا اخوي يروح بوله بشط تكرمين انت؟ يعني راح دمه هيك على الفارغ؟ هسه لو قاتل يولي الى رحمه الله، راح ياخذ حقه. مجرم يولي؟ هسه انا اريد واحد يقول لي مثل قضيته فلان شي وارتاح. هاي بس ابدتهم. ناشدنا رئيس وزراء محمد الشياع السوداني، هل تسمعني ما تسمعني وصلوا لك يا أبوية وانت بن عشائر؟ شوف الدعوة. ناشدنا فايق زيدان رئيس القضاء الأعلى، شوف لنا الدعوة. ناشدنا المحافظ، شوف لنا الدعوة. يعني احنا جايين نقول لك شوف لنا الدعوة، وين تصير يا المحافظ؟ يا 25 نائب البصرة تابعوا لنا شغلتنا وشوفوها، تعال افتهموا من عندنا، افتهموا من عندنا. زين ما تفتهموا من عندنا، اكو كاميرات موثقة عند الدولة عند المركز، حتى تكرمين بالمرافق هي كاميرا، بالشارع كاميرا، بالسجن كاميرات. صحيح ولا؟ يعني انت متابعونا هسه حكينا يولي ذبوه، بس تابعوا الكاميرات وشوفوها.